بس انت لو سالتنا ريم هتتظلم. لا لا خالص، هتبسط في المباراه دي. اه يعني لا احنا عايزين نسمع. لا واضح ان التشجيع ابتدى من دلوقتي. كلموني عن خطوبه ريم شويه. والله عارف يعني احنا كنا بنشوف كده كلام رايح وكلام جاي، وهو مره واحده كلام راح ما جاش. طب ريم